أعرب عدد من النازحين الفلسطينيين الذين يحتمون في مخيمات مؤقتة بمدينة رفح الفلسطينية أعربوا عن مخاوفهم بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني. يأتي ذلك في ظل لجوء أكثر من مليون فلسطيني إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بعد تدمير مساحة كبيرة من القطاع بفعل العدوان الإسرائيلي. المعبر سكروه ومش عارف شو الواحد شو بده يساوي شو بده يعمل. أنا نفسي أعرف حقنا، إحنا ناقص زي الدول الثانية نعيش زيهم بأمان، وبالذات بأولادنا عاشوش الطفولة. صار بس حياتهم وين بدنا نروح، خبطوا رموا مناشير، بدنا نرحل وين، وحتى النوم بناموهوش الأطفال. وش بدنا نعمل يعني؟ قلنا الله وهينا بدنا نروح على خان يونس، ومن خان يونس مش عارفين وين بدنا نروح. ان شاء الله على بلادنا، بس ما يرجع على خان يونس، لانه بقول لك بعد رفح حيرجع على خان يونس. يعني رايحين، هل احنا ميتين ولا طيبين؟ مش عارفين وين نروح.